السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة من جديد باللقاء بكم ضمن سلسلة محاضرات وحدات النظرية العامة للالتزامات والعقود. في هذه المحاضرة سنتطرق إلى تعريف الالتزام، إلى عناصره ثم خصائصه، مصادر الالتزام، بالتطرق أيضا إلى مصادر الالتزام التي أشار إليها قانون الالتزامات والعقود، وأخيرا سنتطرق إلى أنواع الالتزامات أو تصنيفاتها. في حياتنا اليومية نبرم العديد من العقود، عقود متنوعة، عقود واتفاقيات والتزامات تجعلنا في تفاعل مستمر مع الآخرين، إنسان اجتماعي بطبعه. حياتنا التي تفرض علينا الالتزامات والاتفاقيات بشكل مستمر تفرض في نفس الوقت أن تكون هذه الالتزامات مؤطرة لإطار قانوني، وهذا الإطار هو قانون الالتزامات والعقود. فهذا الالتزام ما المقصود به؟ نقوم صباحا ونشتري شيئا ما لدى صاحب الدكان، نعطيه النقود لنأخذ شيئا، نستغل الحافلة للذهاب للعمل أو للجامعة أو للسفر. كل هذه النوعية من الالتزامات نجدها مؤطرة في قانون الالتزامات والعقود، ولكن ما المقصود بالالتزام من الناحية القانونية؟ الالتزام هو الواجب، وليس كل واجب التزام. وفي الاصطلاح القانوني، الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يلتزم شخص يسمى المدين بإعطاء شيء، أو بالقيام بعمل، أو بالامتناع عن القيام بعمل معين بهدف حصول منفعة أو مصلحة مالية أو غير مالية لشخص معين أو قابل للتعيين، نطلق عليه الدائن. إذا ما نظرنا إلى هذه الرابطة أو العلاقة من ناحية المدين، يقال إن للدائن حقاً شخصياً قبل المدين، وإذا نظرنا إليها من جهة المدين نقول أن عليه التزاماً قبل الدائن. إذن محل الالتزام هو الإجابة عن السؤال بما التزم كلا طرفي الرابطة القانونية. تختلف الإجابة باختلاف الأحوال، فقد يكون محل التزام المدين نقل حق إلى الدائن. مثلا شخص اشترى سيارة، فالشخص الذي اشترى السيارة لديه وعليه التزامات وله حقوق. الشخص الذي اشترى منه السيارة أو الذي ابتاع له السيارة، أي البائع، له حقوق أيضا عليه التزامات. محل هذا الحق هو تلك السيارة. هذا الحق سينتقل من شخص البائع إلى شخص المدين، فالبائع مدين بتسليم السيارة، دائن بالحصول على مبلغ اتفق عليه مع المشتري، المشتري مدين بأداء الثمن المتفق عليه، ودائن بتسليم البائع له تلك السيارة التي اشتراها. الأمثلة كثيرة جدا في هذا الإطار. الالتزام باعتباره رابطة قانونية يمكن النظر إليه من وجهتين، الأولى وجهة المدين والثانية وجهة الدائن. من وجهة المدين، حيث تعتبر هذه الرابطة التزاما لأنها تحمل واجبا قانونيا، أما الثانية وهي وجهة الدائن وتعتبر حقا شخصيا. بعبارة أخرى، تسمى هذه الرابطة حقا شخصيا أو حق الدائنية. إذا
ما نظر إليها من ناحية المدين، إذ بموجب هذه الرابطة له الحق في مطالبة المدين بما يقع على عاتقه من أداء، ويطلق على ذات الرابطة اصطلاح الالتزام إذا ما نظرنا إليها من ناحية المدين، ذلك لأن المدين يقع عليه عبء الوفاء بالأداء الذي التزم به تجاه الدائن، فهو الطرف الملتزم بالرابطة. وهذا المثال الذي سقته لكم قبل قليل المتعلق ببيع السيارة. لذلك تعرف الالتزام بأنه رابطة أو علاقة قانونية يستدعي التمييز بين التعريف الشخصي والموضوعي للالتزام، حيث اختلف فقهاء القانون في تعريفهم للالتزام باختلاف نظراتهم إليه، فظهرت نظريتان، الأولى هي النظرية الشخصية والثانية هي النظرية الموضوعية أو المادية إلى جانب أخرى، تمزج ما بين النظريتين معا. وينظر المذهب الشخصي أو أنصار النظرية الشخصية للالتزام من حيث طرفيه، ويعتمد على الرابطة الشخصية بينهما، بحيث لا يتصور نشوء الالتزام دون وجود دائن ومدين معينين وقت نشوئه، كما لا يتصور تغيير أحد طرفي هذه الرابطة دون تغيير الرابطة ذاتها. بذلك تعرف النظرية الشخصية الالتزام بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين، يلتزم المدين بمقتضاها أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يعطي شيئا لمصلحة الدائن. بمعنى أن النظرية الشخصية تنظر إلى الالتزام كسلطة للدائن على المدين، ومرجع هذا المذهب مذهب أي أنه قديم، يعود إلى القانون الروماني الذي كان يعطي للدائن سلطة مطلقة على مدينه إلى أن يقوم بالوفاء بما بذمته من التزام، على أن هذه النظرية لم تحظى بحظ كبير حين التطبيق بالنظر لقصورها عن مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلال القرن التاسع عشر، حيث لم تستجب لمتطلبات السرعة في التعامل ولمقتضيات الاقتصاد الحديث، فكان لابد من البحث عن حلول موازية لأوضاع قانونية لم تستطع النظرية الشخصية أن تتلائم معها كحوالة الدين والتأمين لفائدة شخص معين. أمام قصور النظرية الشخصية ظهر مذهب جديد يطلق عليه بالمذهب المادي أو النظرية المادية أو الموضوعية، والتي نادى بها الفقهاء في ألمانيا. ويذهب أنصار هذا المذهب إلى أن الالتزام له نظرة مادية باعتباره قيمة مالية بغض النظر عن وجود أو عدم وجود شخص الدائن وشخص المدين، مما يترتب عنه إمكانية نشوء التزام ولو لم يكن الدائن معينا وقت نشوء الالتزام، متى كان قابلا للتعيين على الأقل حين التنفيذ، مثلا الاشتراط لمصلحة الغير، اشتراط لفائدة شخص لم يولد بعد. كما يمكن تغيير أطراف الالتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين بتغيير شخص المدين في حوالة الحق، نقوم بتغيير شخص الدائن. بعض الدول أخذت وتبنت المذهب الشخصي. من بعض نتائج المذهب المادي استجابته لمتطلبات التطور الاقتصادي و التسارع الكبير الذي تعرفه عجلة الاقتصاد. لذلك القانون الفرنسي مثلا أجاز التأمين لمصلحة شخص معين متى كان سيوجد فيما بعد. أيضا القانون المدني المصري أخذ عن المذهب المادي الكثير من نتائجه، كتنظيم حوالة الحق
إجازته الاشتراك لمصلحة شخص غير معين أو شخص قد يظهر في المستقبل. أيضا إلزامه بالوعد بجائزة بإرادة منفردة قبل تعيين شخص الدائن. تجدر الإشارة إلى أن اتجاها ثالثا حاول المزج بين النظريتين المادية والشخصية. فعرف الالتزام بأنه حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل. بالنسبة للمشرع المغربي، رغم اعتماده النظرية الشخصية للالتزام التي استقاها عن المشرع الفرنسي الذي أخذها بدوره عن القانون الروماني، نرى أن الفقه الحديث يسير في أخذه بالنظرة المادية بعين الاعتبار باعتماده تطبيقات متعددة لهذه النظرية، مثلا الوعد بالجائزة، الاشتراط لمصلحة الغير، والحوالة. بذلك نقف عند نقطة هامة، ما المقصود بالحق الشخصي والحق العيني؟ على اعتبار أن القانون المدني هو الذي ينظم الروابط المالية للأفراد، فهو الذي يحكم حقوقهم المالية من حيث أنواعها ومصدرها ومن حيث محلها. الحق في المعاملات هو مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها للفرد، وهذا الحق إما حق عيني أو حق شخصي. فما المقصود بالحق العيني؟ هو حق مطلق، فيعني سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات، تمكنه من الحصول على منافع هذا الشيء جميعها أو بعض منها. وتبعا لذلك يقوم هذا الحق على أساس وجود رابطة بين الشخص والشيء لا يتخللها تدخل شخص آخر، وهو يشمل عنصرين فقط، وهما صاحب الحق ومحل الحق. ويمنح الحق العيني لصاحبه ميزتين أساسيتين، حق التتبع وحق الأفضلية، أي الحق في الحصول على الشيء ولو انتقلت ملكيته لشخص آخر دون رضاه أو علمه، وله حق تتبع الشيء واسترداده أينما وجد وفي أي يد كان. وهذه ميزة للحق العيني، إذ يضمن استيفاء حقه عند تعدد الدائنين. وقد وردت الحقوق العينية بموجب نص القانون على سبيل المثال للحصر، بحيث لا يمكن إضافة حق عيني جديد. وقد وردت الحقوق العينية بموجب نص القانون على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن إضافة حق عيني جديد لم ينص عليه المشرع في نص قانوني ولو اتفقت إرادتي المتعاقدين على ذلك، مما يعني أن الحق العيني يمس النظام العام. والحقوق العينية الواردة في القانون هي حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنة والكراء طويل الأمد وحق السطحية والوقف وحقوق الارتفاق والحقوق العرفية الإسلامية، وهي حق الزينة والجلسة والجزاء، إضافة إلى الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الحيازي والرهن الرسمي وحق الامتياز. فماذا عن الحق الشخصي؟ الحق الشخصي هو نسبي، ويعني وجود رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، بمقتضاها يستطيع الدائن إلزام وإجبار المدين على إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ولا يستطيع صاحب الحق ممارسة حقه إلا بواسطة المدين. بذلك تجتمع فيه ثلاثة عناصر: صاحب الحق أو الدائن، من عليه الحق أو المدين، ومحل الحق وهو الأداء الواجب على المدين. هذا الأداء الواجب
قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. لذا الحق الشخصي هو حق نسبي لا يحق للدائن الاحتجاج به إلا في مواجهة مدين معين. وفي الحق الشخصي لا سلطة مباشرة للدائن على محل حقه، إذ لا يمكن تتبع شخص معين وحجزه، بل يتم استيفاء الالتزام من الذمة المالية للمدين. فإذا تعدد الدائنون المطالبون بدينهم في أموال المدين يتقاسمون أمواله، وإذا لم تكف للوفاء بالدين فإنهم يتقاسمون أموال مدينهم بنسبة ديونهم، وهذا ما يطلق عليه في القانون بقسمة الغرماء. ولا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر، ومجال واسع لسلطان الإرادة تلك التي تقع في إطارها هذه الحقوق الشخصية، لأنها حقوق نسبية خاصة بالمعاملات والحقوق المالية. تجدر الإشارة إلى أن كل حق شخصي إلا ويقابله التزام يقع على كاهل الطرف الآخر. لذلك يمكننا القول بأن الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر، أحدهما دائن والآخر مدين. يستطيع بموجبها الدائن إلزام المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. بناء على ما سبق، الالتزام هو حالة أو رابطة قانونية بمقتضاها يلتزم شخص يسمى المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل معين بهدف الحصول على منفعة أو مصلحة مالية أو غير مالية لشخص معين أو قابل للتعيين يسمى الدائن. إذا كان تساءل، هل للالتزام عناصر؟ من خلال التعريف السابق، لابد أن نقف على مجموعة من العناصر المكونة له، أو ما نصطلح عليه أيضا بخصائص الالتزام. الالتزام رابطة قانونية، أي علاقة تجمع شخصين أو أكثر. لذلك الالتزام هو واجب قانوني يقترن بجزاء في حالة الإخلال به، وتقوم الدولة بحماية هذه الرابطة وتضمن تنفيذها عن طريق سلطاتها، وبتوقيع الجزاء على كل من يمتنع أو يتراخى عن تنفيذ التزامه، بلجوء الدائن إلى القضاء من أجل إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به. الالتزام رابطة شخصية، ماذا نعني بها؟ أنه رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن والآخر مدين عفوا. كمثلا حق المشتري في تسليم البائع لتلك السيارة التي اشتراها المشتري، التزام البائع بالتسليم، التزام المشتري بالتسلم، التزام البائع بتسليم مفاتيح السيارة وكل ما يتعلق بمستلزماتها ووثائقها، والتزام المشتري بتسليم الثمن وتسلم السيارة. إذن لكل من الدائن والمدين حقوق والتزامات. الالتزام هو أيضا واجب ذو قيمة مالية، بمعنى أن الالتزام هو رابطة مالية بين الدائن والمدين، ويكون محله التزام بأداء مالي أو أداء يمكن تقويمه بالمال. في هذا المثال الذي أعطيتكم قبل قليل، مثال السيارة نقوم بتقييم ثمنها وتحديد هذا الثمن من أجل أن نبيع هذه السيارة وفق هذا الثمن الذي نطلبه. إذن قيمة السيارة تقدر بقيمة مالية، محل التزام البائع السيارة، محل التزام المشتري،
قيمة تلك السيارة، أي أداء الثمن الذي سوف يتفق عليه كل من البائع والمشتري. الأمثلة كثيرة، كما في حق المكري وحق المكتري، أيضا الأمثلة المتعلقة بالرهن أو في عقد النقل، إلى غير ذلك من الأمثلة. الالتزام ذو طابع مؤقت. ماذا نعني بذلك؟ أن للالتزام بداية ونهاية. نهايته الطبيعية هي حصول الغاية المرجوة منه، أي تنفيذه اختياريا، لكن ليست كل الالتزامات تنتهي بشكل طبيعي بالتنفيذ. هناك أسباب أخرى تؤدي إلى انقضاء الالتزام قبل تنفيذه، مثلا بالإقالة الاختيارية، بالمقاصة، بالتجديد، إلى غير ذلك، أو عن طريق اتحاد الذمة مثلا. الالتزام هو أيضا قابل للانتقال، كما في حالة وفاة الدائن، حيث تنتقل حقوقه إلى ورثته ويحلون محله في استيفاء الدين من المدين، لكن تستثنى الحقوق الشخصية التي تكون فيها شخصية الدائن محل اعتبار، كأن يخصص شخص مبلغا نقديا شهريا لشخص معين بالذات مدى حياته. توفي هذا الشخص، لا يمكن أن ينتقل هذا المبلغ إلى ورثته، لأن بوفاته انتهى الالتزام. الالتزام من خصائصه أيضا أنه قابل للتحويل. ماذا نعني بذلك؟ نعني به أن المدين يمكنه أن يحول دينه إلى شخص آخر عن طريق ما نطلق عليه في القانون بحوالة الدين، كما يمكن للدائن بالالتزام أن يحول حقه الشخصي إلى شخص آخر عن طريق ما نطلق عليه بحوالة الحق. الالتزام بطبيعة الحال له مصدر، بمعنى أنه لا ينشأ من فراغ، ولا بد له من أساس يبنى عليه. في مقابل كل هذا، الالتزام قد ينشأ عن مجرد حدوث واقعة مادية، العمل غير المشروع والعمل النافع، وقد تظهر بعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزام، فالأمر يستدعي هنا طرح هذه المنازعة على المحكمة المختصة لتثبت مدى صحة هذا الالتزام بكل وسائل الإثبات، من شهادة وقرائن وكتابة وإقرار ويمين وغير ذلك. فما المقصود بصفة عامة بمصادر الالتزام أو مصدر الالتزام؟ مصدر الالتزام هو السبب القانوني الذي نشأ الالتزام على أساسه. مثلا المثال الذي وضعته قبل قليل، التزام البائع لبيع سيارته لشخص أراد شراء هذه السيارة كما هي على حالتها بالثمن الذي اقترحه، أو وفق الثمن الذي تداول فيه واقترح على بعضهما ثمنا ارتضاه إلى الطرفين فيما بعد ذلك. إذن مصدر الالتزام هو السبب القانوني الذي أنشأ الالتزام. في هذا المثال، التزام المشتري بدفع ثمن السيارة، التزام البائع بتسليم المشتري لهذه السيارة بكل مشتملاتها. هذه الالتزامات تعني أن المصادر التي تبنى عليها متنوعة. في هذا المثال، مصدر الالتزام هنا هو العقد، عقد بيع السيارة. هناك التزامات أخرى تنشأ عن فعل ضار للغير بتعويض المتضرر عن الخسارة التي لحقت، مثلا من جراء انهيار جدار منزله بسبب أعمال صيانة قام بها أحد الجيران
لمنزله فأدى إلى حدوث ضرر انهيار جدار أو سقف إلى غير ذلك. هنا يستحق هذا الشخص المتضرر تعويضه عن الأضرار التي أدت إلى هذه الأضرار التي أضرت به بشكل كبير. أيضا ما نطلق عليه بالعمل غير المشروع، المسؤولية التقصيرية، من ذلك التزام الأب بنفقة أبنائه، مصدره القانون، التزام من تسلم مالا لا حق له فيه برد ما تسلمه ومصدره إسراء بلا سبب، الالتزام، التزام من وعد شخص بجائزة لمن يجد شيئا ضائعا أو يكتشف دواء لمرض ما، مصدر هذا الالتزام هو الإرادة المنفردة للوعي. هذه بضع أمثلة بنوعية مصادر الالتزام. عموما يمكن القول بأن مصادر الالتزام هي العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع أو ما نصطلح عليه بالمسؤولية التقصيرية، الإسراء بلا سبب، والقانون. إذا أردنا استقراء هذه المصادر بصفة عامة يمكن تصنيفها إما إلى التصرف القانوني أو إلى الواقعة القانونية. التصرف القانوني وبموجبه تتجه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني محدد، وهذا التصرف قد يكون نتيجة تطابق إرادتين وهو العقد، كما قد يكون تصرفا قانونيا نتيجة لإرادة واحدة.